هذا لطيف للغاية، ليتني أرى أمي، على الأقل لدي دميتي. ربما إن تمنيت بشدة فقط دب فيهما الحياة. مستحيل، هذا أفضل يوم في حياتي. وأنا أيضاً. لنحظى ببعض المرح. ماذا؟ لا أصدق هذا. يا أمي، انظرا، كبرت فتاتي صغيرة. لكن لا يمكنني الخروج بهذا المظهر. حان وقت تغيير المظهر. هذا ممل للغاية، أسرع. ها أنت ذا. أعني، هذا لا يناسب أسلوبي المعتاد. لا يمكنني ارتداء هذا، هذا ليس مناسبا. لا تقلقي، جربي هذا. ماذا أختار؟ كلا، هذا لطيف. كلا، هذا أفضل. حقا؟ آسفة، ما خطبكما؟ سيبدو هذا جميلا عليك. لا أعرف كيف فعلتما هذا، ولكنه مثير للإعجاب. لم ننتهي بعد. والآن سيبدو هذا جميلا عليك بالفعل. ثقي بنا. حقا؟ كيف تفعلان هذا؟ ولكن هذا ليس مناسبا. تفقدي هذا. تبدين لطيفة في هذه الملابس. ربما علي أن أتسوق بمفردي. لدي المزيد. هذا مظهر فريد، ولكني أبدو رائعة. على ذكر الروعة، القليل من الوردي لا يضر. توقف رجاء. ماذا؟ حسنا، انطفح الكيل، لقد انتهيت. هذا لا يليق بك. افعل شيئا من فضلكما. ماذا يحدث هنا؟ أنتن تفعلن هذا منذ الصباح. لقد أغلقنا المتجر. كلا، أحتاج إلى شيء لأرتديه. لا أهتم. يا إلهي، آسفة يا عزيزتي، على الأقل لديك أمر مثير للتحدث عنه. كلا، هذا مستحيل. هذا هو الحماس المطلوب. تعالي إلينا يا عزيزتي، هيا. حسنا، يمكنني فعل هذا. أنا متوتر للغاية. لننتهي من الأمر فحسب. علي نزع هذا، لا أريد أن أبدو سخيفة. مرحبا. أنا مسرور لأنك أتيت. أهذه ربطة عنق؟ كلا، انتظري، انظري إلى ملابسي بأكملها. أترين؟ إنه ممزق، رائع. لما لم تقل هذا؟ هذا رائع للغاية، ظننتك غريب الأطوار. انتظري، هذان أبوي، لدى كل منهما أسلوب مختلف. رائع، سأريك شيئا. لدي أمان. هذا جميل. أنا سعيدة لأننا قمنا بهذا. عيد ميلاد سعيد لي. مرحبا أمي. أتلاحظان شيئا مختلفا؟ كلا، لما لم تقولي شيئا؟ هذا مريع. أتمزحين؟ لا بأس، سنهتم بالأمر. سنخبز كيكة مثل هذه. كلا، نحتاج إلى كيكة مثل هذه. عجيبة، أليس كذلك؟ كلا. لماذا؟ أمي، ليس أمرا مهما. اختاري كيكة. تبدو الكيكتان رائعتين. هناك طريقة واحدة لحل الأمر. هذا ليس جيدا. هل أنت مستعدة لهذا؟ على الأقل سأرى بعض الإثارة. ستهزمين. تحلمين بذلك. حان وقت وضع بعض الحدود. هذه ناحيتي من الطاولة، ابقي على ناحيتك. نحتاج إلى بعض الزينة. أتعجبك؟ ناحيتك تبدو كدار جنازات. علي الحصول على بعض الفشار. شاهدي هذا. شكرا يا أمي. طازجته من الفرن مباشرة. هذا مثير، لا يمكنني أن أبعد عيني. هذا مريح للغاية. هذا مقرف، قد يكون هذا مفيدا. توقفي. مضحك للغاية. مسحة جيدة يا أمي. أنا بخير، أنا بخير. لقد أفسدت كيكتي. هاكي، جربي هذا. حقا؟ أنا أكره الوردي. أظنني انتهيت. رائع، هذا مذهل. كل ما قد تمناه فتاة صغيرة. تجاهلي هذا، تحتاجين شيئا لطيفا مثل هذه. أنا أمزح، الكيكتان تبدوان جميلتين. نحن سعيدتان للغاية. شكرا يا أمي.
انظري إلى ما فعلته. أسيكون الأمر على ما يرام؟ يا إلهي، أنا متأكدة من أن مذاقهما ما زال جيداً. لذيذ، تناول البعض منها. ماذا أشاهد؟ يبدو هذا جيداً. رائع، تخيلوا أن أكون نجمة موسيقى بوب. يمكنني أن أفعل ذلك بكل تأكيد. سأكون رائعة. ماذا تفعلان بالخلف؟ أتريدين العزف؟ عليك عزف موسيقى الروك. حسناً. عزيزتي، المزمار سحري جداً. إنه عالي الصوت قليلاً يا أمي. استمعي إلى هذه المعزوفة الفردية. يمكن أن ينقلك صوت المزمار إلى عالم آخر. توقف رجاءً. لدينا مفاجأة لكم. إنها كلير وأمها. لا 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 لا. واو، كانت تلك نغمة مرتفعة. رائع يا عزيزتي. لقد أحبون يا أمي. يا له من جمهور رائع. شكرا لكم. شكرا لك. أعطني إياه. أنا فخورة بنفسي. أنتم طيبون جدا. شكرا لكم. شكرا لكم. ماذا ترتدين؟ ستأتين معي. والآن هذا أفضل. والآن لنعزف موسيقى الروك. هناك الكثير من الناس. هيا، إنهم ينتظرون. واحد، اثنان. واحد، اثنان، ثلاثة. موسيقى الروك الرول. دعوني أسمع صراخكم. أجل، هيا بنا. يا لها من حفلة. قفزة من المسرح. هذا رائع يا أمي. لا أصدق أنني أفعل هذا. كان هذا حلماً. الجيتار رائع. سيمس المزمار روحك. يكفي لهذا الحد. لا يمكنني التعامل مع هذا بعد الآن. سأقرأ كتاباً. أعني، هذا جيد أيضاً. نحبك كثيراً يا كلير. سيكون كل شيء على ما يرام. أكره طبيب الأسنان. من التالي؟ كلير؟ كلا. مرحبا. 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 اذهبي يا عزيزتي. حسنا. ولكن أمي، انتظري لحظة. ولكني لست. كان ذلك مفاجئا. المعذرة. افتحي فمك، دعيني أرى تلك الأسنان. سيؤلمك هذا كثيرا. ما هذه الضوضاء؟ أهلا مجددا. لابد من أنك ذكي جدا لتصبح طبيب أسنان. أظن ذلك. ووسيم. تظن أمي هذا. أنت مضحك للغاية. ذكي ومرح أيضا. أوبس. أنت غريبة للغاية. لا تقلقي. مرحبا. هذا غريب جدا. أنا فخورة جدا بكلير. إنها عالمي بأكمله. لابد من أنك أم مذهلة. لابد من أنها ورثت مظهرها الجميل منك. دعيني أريك هذه. انظري إلى تلك الأشعة. حقا، هل هناك أحد ما؟ إنهما سخيفان للغاية. هيا، هذا يأخذ وقتا طويلا. أفترض أن علي القيام بهذا بنفسي. لا يمكن أن يكون طيب الأسنان صعبا. حسنا، لا تصرخي، سيربكني هذا. لابد أن هذا ألمك. هذا مثير للاهتمام للغاية. هذا ممتع. ها قد انتهيت. ماذا حدث للتو؟ تفقدي هذا. من أنت؟ أنت لست كلير. ولكنني قمت بعمل جيد. انظري، هذا جيد جدا. أحببت مظهري. شكرا. علمت أنه سيعجبك. ماذا تفعلين؟ ماذا؟ ربا، هل أنت بخير؟ تحدثي إلي. ابتعدي عن الضوء. كلا، هذه حالة طوارئ. لا تغذليني الآن. علي التصرف سريعا. أعلم، هذا غريب للغاية. أجل.
ماذا يحدث هنا؟ أمي؟ كلير؟ مرحباً، يمكنني التفسير. أمي، أنت تساعدني للغاية. يا للقرف، مقزز. عود يا كلير، هذا يعطيني شعوراً رائعاً. هل سيكون الحصول على أمين أفضل من واحدة؟ ما المرح الذي ستحظون به؟ أخبرونا في التعليقات أدنى. تذكروا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات المرحة.